سعيد ان انا موجود مع حضراتكم. بشكر جدا الجمعيه المتميزه واساتذه الافاضل على الدعوه الكريمه، وان شاء الله يبقى لقاء مثمر وجميل. موضوع عن الايجيبشن بروجرام اوف لانج ترانسبلانتيشن، وهو زي ما دكتور محمد كان بيتكلم ان هو هوب لينا وهوب لعدد ضخم جدا من العيانين بتوعنا. فالموضوع يعني قديم شويه، انا فعلا ابتديت في وقت ده في تركيا من اكتر من 10 سنين، شفت الناس بتشتغل، قلت لهم الموضوع ده بعيد عننا، مش انا رايح اتفرج على منظار واحنا ما عندناش منظار هندور على لانج ترانسبلانتيشن. فقعدت مع البروفيسور بعد ما اشتغلنا شويه كده ودورت هو احنا ناقصنا ايه عشان نشتغل، يعني ايه اللي احنا عاوزينه عشان نعمل عندنا تو بيلد اب ا لانج ترانسبلانتيشن بروجرام. فحقيقي الراجل كان وجهه نظره ان احنا محتاجين في الاول ان احنا سيرجيكال وايز محتاجين شويه سكيلز، اللي هي يبقى عندنا برونكو فاسكولار برونكو بلاستيك بروسيدجرز، اللي هي السليف ريسكشنز، ان انا طالما انا هخش اقص لانج من واحد وازرعها في واحد تاني، فانا محتاج اعرف اوصل الارتري والفين والبرونكس بتاعه اللوب ده. فلو انا عندي تيومر في الابر لوب على الاوريفيس بتاعته، فما بينفعش ان انا اعمل فورمال لوبيكتومي، ده انا محتاج ان انا اخد سيجمنت من الرايت مين برونكس معايا، فكده هوصل الانترميديت برونكس بالمين برونكس، فهيبقى في ديسكريبنسي في السايز، فلازم احل المشكله دي سيرجيكال وانا بشتغل. محتاج ان احنا نبقى عندنا ايكمو اكسبيرينس، معظم العيانين دول بيحتاجوا ان هم يتحطوا على بريدجنج ايكمو. محتاجين لارج سيرجيكال تيم، محتاج تيم هيعمل بروكروتمنت او هيعمل هارفستنج، محتاجين تيم هيشتغل، محتاجين تيم على الباك تيبل عشان يجهز الهارفستد لانج عشان نحطها. فاحنا محتاجين اكتر من تيم، محتاجين ان احنا يبقى عندنا روتين يوز للبرونكوسكوبي في الاي سي يو، ده مش عيان هينفع بعد العمليه عاوز اطمن على السوتشر لاين هنقله البرونكوسكوبي سويت وارجعه تاني، ده محتاج ان انا يبقى عندي بيت سايد ويبقى ده روتين، ده مش حاجه احنا لسه هنبتدي نشتغل عليها. محتاجين ويكلي ام دي تي ميتنجز معايا، محتاج كولابوريشن ما بين السيرجن ما بين الفيزيشن ما بين الباثولوجيست ما بين الاميونولوجي والمعمل. محتاجين السنتر يبقى اوريدي بيشتغل ليفر وكيدني ترانسبلانت، وده كان راي البروف هناك ان لو انت جبت السنتر بتاعك بيشتغل دول اوريدي، فانت كل الحاجات بتاعت الاميونولوجي والمعمل والحاجات دي والانفراستراكشر نفسه هيبقى موجود. وده فعلا اللي حصل عندنا مثلا في اسيوط في الكيدني، لما ابتدوا خدوا اللاينسز على مستشفى الليفر واشتغلوا فيها الاول كام حاله لغايه ما الدنيا ابتدت استابليشد، وبعد كده ابتدوا ينقلوا عندهم في المستشفى في نفس الكامبس. محتاجين بعد كده نعمل ترانسبلانت تيم كامل، وبعد كده محتاجين نشوف اللو والتريننج بتاع ترانسبلانت تيم بتاعنا. طبعا القصه دي كانت واسعه جدا، احنا مشينا فيها خطوات كتيره في السيرجري وفي ان احنا نحاول ان احنا نجين اكسبيرينس في الايكمو، لكن لسه عندنا نقط كتيره لسه ما اتغطتش. الحقيقي اللي عملوا مجهود قوي جدا ورائع هو الفريق بتاع عين شمس، وانا بشرف ان انا النهارده جزء كبير من الكلام اللي انا بقوله لكم عباره عن جزء من محاضره اخويا الفاضل دكتور احمد مصطفى الثوراسيك سيرجري ليد بتاع اللانج ترانسبلانتيشن في مصر، بعد ما استاذنته ان احنا ننقل الصوره لحضراتكم، وهقول لحضراتكم ليه احنا بنعمل كده. فاول حاجه او اخر خطوه احنا اتكلمنا عليها هي كانت القانون. فاحنا القانون احنا عندنا القانون 5/2010 بشان تنظيم زراعه الاعضاء في مصر، فده بيقول في المادة 8 ان هو يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة انسان او علاجه من مرض جسيم او استكمال نقص حيوي في جسده ان يزرع فيه عضو او جزء من عضو او نسيج من جسد انسان ميت، وذلك فيما بين المصريين اذا كان الميت قد اوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة او مثبتة في اي ورقة رسمية او اقر بهذا وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. فالقانون نفسه موجود لكن غير مفعل. ليه غير مفعل؟ لان احنا عندنا كلتشر بارير ضخم، كوميونيتي 100 مليون واحد ما فيهاش لانج ترانسبلانتيشن بروجرام، بالرغم من ان احنا بنشوف عدد كبير من العيانين محتاج، لكن احنا احفاد الجماعه دول اللي هم بنوا الاهرامات الضخمه دي كلها عشان يحفظ الجسد بتاع الميت. فان انت تقول لواحد معلش بعد ما يموت كده هنعمل كذا ونعمل كذا، ده ما زالت نقطه الناس مش موافقه عليها. فهل في حلول تاني عشان نقدر نأوفركم هذه المشكلة الكالتشر لغاية ما نقدر نوفرها؟ فكان الحل ان احنا يتعمل برنامج لليفنج دونر لوبر ترانسبلانتيشن. طب ده ايه الفكرة؟ خلاص احنا بقى بدل ما احنا ناخد البوس لانجز من العيان ونزرعهم في من واحد ميت ونزرعهم في واحد حي، احنا ناخد رايت لور لوب من دونر وليفت لور لوب من دونر تاني ونزرعهم في الريسيبيانت. هل ده بيجيب نتائج؟ معظم الحالات دي اتعملت او اكتر اكسبيرينس موجوده في اليابان في كيوتو في اليابان، لان هم عندهم فيري لونج ويتنج ليست، فكان مضطرين ان هم يبتدوا في بروجرام بالشكل ده، وفي سيفرال بابليكيشنز من السنترز دي ان النتائج بتاعتهم كومباربل. لكن مع هذا
لازم ناخد بالنا ان في تشالنجز. واحد من اهم التشالنج اكوردنج للاناليسيس بتاعه اليونايتد نتورك للاورجان شيرنج ان الفيلير ريت في اي برنامج هيبتدي جديد بتاع ترانسبلانتيشن هي 40%. والرقم ده عشان حياتنا نستوعبه يعني احنا اول 10 عيانين واقعي جدا ان احنا يبقى عندنا 4 ما يكملوش. فطبعا الرقم ده كبير، وعشان نقدر نوفر كم هذه المشكله لازم يبقى عندنا سستينابيليتي في البروجرام. ما ينفعش نبتدي البروجرام نشتغل 5-6 عيانين ونقف، محتاجين البروجرام يبقى عنده ويت ليست واضحه جدا وعنده ريسورسز وعنده بلاننج في الانستتيوشنال بروفيشنسي والميديكس والنيرسينج وكل الحاجات دي من قبل ما البرنامج يبتدي، والا ده احنا كده بنحكم عليه بالفشل. الريسيبيانت فوليوم طبعا لو سالنا اي حد من حضراتكم في عند حضرتك كام عيان بيتابع محتاج لانج ترانسبلانتيشن، على الاقل اقل رقم هيبقى مثلا بتاع حوالي 5 كل حد من حضراتكم مثلا. لكن احنا مش محتاجين الارقام تبقى كده، احنا محتاجين ريجستري، والريجستري ده محتاج ان احنا يبقى عندنا انستتيوشنال بروجرام في الاماكن بتاعتنا، وحدات متخصصه للانترستيشال لانج ديزيز والسيستيك فايبروزيس والسي او بي دي والبالمونري هايبرتنشن، وكل وحده من دول يبقى ليها ريجستري موجود فيه العيانين بتوعها والبروجرس بتاعهم ماشي ازاي، وامتى العيان ده مايت بي ان نيد ان هو يدخل في ويت ليست بتاعت لانج ترانسبلانتيشن. محتاجين كوربريشن مع ريفيرنج فيزيشن حضراتكم هنا، والريزنج الايشو ده في ديفرنت ريجيونال ميتنج، وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله النهارده هنا، وماس ميديا ان كمان الناس اللي بتشتغل في البروجرام بتطلع في الميديا بتتكلم عليه عشان يبتدي يبقى في جنرال اويرنس من الناس. الريسيبيان سيليكشن طبعا في جنرال جايدنس حضراتكم اساتذتنا في النقط دي، في بعض الحاجات الاكستندد ان هو مش مجرد ان العيان مثلا على هوم اوكسجين وكده، ان ممكن نقبل عيان في على ميكانيكال فنتيليشن او على بريدجنج ايكمو او عيان ببادي ماس اندكس مثلا اكستريم سواء اوفر ويت او كاشيفتك، لكن ده هيعمل كوست بنفيت يعني لازم تبقى محطوطه في الحسابات. الدونرز الدونرز هنا في العادي الدونرز بيبقى ليهم جيوغرافيكال الوكيشن، عشان انا لو مثلا واحد بوتنشال دونر في حلايب وشلاتين ده كدافيرك المفروض ان انا اروح بطياره ويبقى هنا في مطار واطلع اخده واخد الحاجه، ده بيبقى ابولشد في الليفنج دونر لان انا هاخد الدونر معايا وهيتعمل في نفس المكان. اي بي او كومباتيبلتي بلاد جلوبنج، ال ال اي اس اللي هو لانج الوكيشن سكور، وده سكور بيتحسب according to the condition بتاعت العيان من ارقام من 0 ل 100، كل ما زاد الرقم كل ما ده معناه ان العيان ده بقى محتاج ان هو يعمل لانج ترانسبلانتيشن بشكل اسرع. معظم السنترز اللي بتشتغل بيبقى الرقم ما بين 42 43 للعيانين اللي بيجي عليهم الدور يعملوا الترانسبلانت، وده بيحتاج ان احنا يبقى عندنا ناشونال لانج ترانسبلانتيشن كوميتي وريجيونال كمان في كل مكان عشان نقدر نتابع العيانين دول ونشوفهم. طبعا المفروض ان يبقى في ليجاليزيشن واوفيشال ريجستريشن بوليسي للدونرز اللي هيبقوا موافقين، وهيبقى عندنا حوالي 15-20% من البوتنشال لانجز هم بس اللي هنقدر نستخدمهم من كل اللي هيتقدموا، وبرضو هيبقى عندنا ستاندرد دونر كريتيريا واكستندد دونر كريتيريا لو انا مش قادر اجيب العدد. الانديكيشنز اللي هنعمل عليها اللانج ترانسبلانتيشن زي ما حضراتكم عارفين معظمهم بيبقوا عيانين سي او بي دي الفا 1 انتيتريبسين ديفيشنسي وسايستيك فايبروز انترستيشال لانج ديزيز مع بعض الكونديشنز الثانيه. العيانين اللي احنا بنحتاج او اللي هم تم الاعلان ليهم ان انتوا تعالوا عشان نقدر ندخلكم في البرنامج اللي احنا شغالين فيه، المفروض ان العيانين يبقوا اقل من 60 سنه. ديزنيا سكور ديزنيا 3-4 ريهابيتيشن بوتنشال، عنده امكانيه ان هو يتعمل له ريهابيتيشن، مبطل تدخين، كانسر فري سيرفايفل اكسبكتنسي اكتر من 5 سنين. مش هينفع ان انا اجيب حد يكون اصلا مش كومبلاي على الميديكال تريتمنت لان ده مش هينفع، ما ينفعش يبقى واحد في اذر ادفانسد ديسفانكشن في اذر ميجر اورجان زي كيدني او هارت، اكتيف مالجنسي بون مارو فيلير اتش اي في وليفر سيروزس، دول مش هينفعوا. الايديال دونر بتاعنا ان هو يكون من 20-60 سنة واي بي او كومباتبل، ما يكونش فيه سيجنيفيكانت لانج هيستوري، وما يكونش فيه سيجرت سموكينج بشكل عادي، ما يكونش اكتيف سموكر في الوقت الحالي، وطبعا هتعمل له انفستيجيشن غير الاكس راي وغير البلاد جاز، وايفن بيتعمل برونكوسكوبي قبلها عشان اطمن ان ما فيش اي مشاكل.
بالنسبة للعيانين اللي هنعمل لهم ليفينج دونر ترانسبلانت، ممكن يبقى فيه هنحتاج نعمل سايز ماتشنج، يعني هل اللوب اللي انا هاخده من العيان ده هينفع ولا لا. فانا عاده بيبقى الرايت لوور لوب في 5 سيجمنتس والليفت لوور لوب في 4 سيجمنتس، فانا من ال 19 المفروض بتوع العيان المفروض ان هبدلهم بتسعه هجيبهم، فدول بيتعمل لهم ايكويشن وبيتشاف على اساسهم القصه دي. السليكشن طبعا المفروض كل العينين الانديكيتد ان هم يتبعتوا بدري للكلينيك بتاعه الترانسبلانتيشن، بحيث ان هم يتعمل لهم الانترفيو فاميلي اديوكيشن، ويبتدي يتحسب لهم اللانج الوكيشن سكور بشكل ان هم نقدر نعرف مين اللي هو ليه برايوريتي ان هو يدخل الاول ومين بعد كده. الحاجات اللي هتتعمل طبعا كل الانفستيجيشن الممكنه هتتعمل لهؤلاء العيانين، عده حاجات مش هندخل فيها كتير، لكن الفكره كلها وخلال الفتره اللي هم في الويتنج ليست المفروض ان كل 3 شهور هسحب لهم اللاب انفستيجيشن والاكس راي والسبايروميتر واتابعهم، وخلال لو هو قعد اكتر من سنه جوه الويت ليست المفروض ان انا كمان بعمل له الاي سي جي والبون مينرال دنسيتي والرايت هارت كاست لو انا محتاج، لو انا شك ان هو ممكن يحتاج لانج هارت لانج ترانسبلانتيشن والسي تي سكان. فللتبسيط احنا البيشنت ايدنتيفيكيشن ريجستري والسبيشاليزد كلينكس اللي هتتابع العيانين دول، هنوصلهم لللانج ترانسبلانتيشن كلينيك ودي هتبقى مالتي ديسيبلينري ميتنج، وهنشوف بقى الانفستيجيشنز بتاعتهم، وهنجهز بعد كده لثلاث اوض عمليات، هيبقى 2 دونر واحد ريسيبيانت هيدخلوا تقريبا في نفس الوقت. الريسيبيانت ده هيطلع على اي سي يو هتبقى ايزوليشن، وده في الاغلب بيقعد فيها حوالي شهر ويبقى محطوط على فينو فيناس اكمو في الاغلب. والتو دونرز دول المفروض ان هم هياخدوا يوم واحد في اي سي يو عاديه مش ايزوليشن، والمفروض ان هما الاثنين هيطلعوا السيرجيكال وورد. الدونر المفروض ان هما بيقعدوا حوالي متوسط 5 ايام في الوورد ويقدروا يروحوا بعد كده، والريسيبيانت في الاخر في الاغلب هياخد حوالي شهر. وبعد كده المفروض يبقى عندي بوست ترانسبلانت شيست كلينيك لمتابعه هؤلاء المرضى. التجربه اللي معموله في عين شمس وهي اللي شغاله دلوقتي هي تجربه رائده، ابتدت بان هم من 2019 ابتدوا يكونستراكت التيم بعد ما عدوا في الخطوات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها في الاول. ابتدوا ده الثوراسيك سيرجري تيم بتاعهم وازاي كونوه، وان هم اتعمل تريننج للمجموعه اللي في كيوتو في اليابان ومجموعه تاني في كينج فيصل في السعوديه، ومن ضمنهم دكتور محمد حسين وهو استاذ جراحه صدر في عين شمس وموجود في هناك في كينج فيصل، اضافه للتيم بتاع لانج ترانسبلانتيشن من البلمونولوجي والاي سي يو والانستيزيا بيدياتريك بلمونولوجي والباثولوجي والفيزيكال ميديسن والراديولوجي والكارديولوجي وكوردينيتور عشان يقدر ينسق كل هذا الشغل. فبعد اكتمال التريننج بتاع التيم كله في كل الاماكن انتوا شايفينها، ابتدى يتعمل ايفورتس انكريز الاويرنس والتريننج، واتعمل الفيرست كاديفيريك لانج ترانسبلانتيشن بروجرام تحت رعايه جامعه البرونكولوجي في 2018. اللي هيتعمل في الجراحه المفروض ان احنا بننزل الثلاثه عيانين، بينزل في الاغلب الريسيبيانت مع الدونر اللي هناخد منه الرايت لور لوف في الاول في نفس الوقت، وبيتعمل للدونر سيف دونر لوبيكتومي، المفروض ان دي ستريت فورورد وبمينيمال ريسك عشان الناس تبقى مش خايفه من هذه القصه. وبعد ما بيتاخد اللوب المفروض ان هو يعني مش هندخل في السيرجيكال ديتيلز، لكن في نفس هذا التوقيت بيبتدي يتفتح الانسيجن للمريض الريسيبيانت اللي هو كلامشيل انسيجن بايلاترال انتيريور سوراكوتومي عشان اقدر اكسبوز التو هايلم. في الاغلب العينين دول بيتحطوا على ايكمو او بيتحطوا على كارديوبالمونري باي باس، وبيتعمل رايت نيمونيكتومي، وخلال هذا الوقت بيبقى الجسم سبورتد بالايكمو. وبعد كده بنبتدي نعمل ده فكره الايكمو ببساطه، ان انا هاخد الفينوس ريتيرن من العيان عن طريق السوبيريور فينا كيفا بكانيولا في الرايت اتريوم والانفيريور فينا كيفا بكانيولا في الرايت اتريوم برضو. وبعد كده باخد الدم ده بيتعدى على بامب، والبامب دي بتعمل له بتعديه على الاكسجينيتور بيعمل له اكسجينيشن، وبعد كده بيرجع بامبد وفلترد على الارتيريال سايد. ده كده هيبقى في اي ايكمو فينو ارتيريال ايكمو، لو انا رجعته على الفينس سايد تاني هيبقى في ايكمو او فينو فينس ايكمو.
بعد كده باخد الجزء اللي انا اللوب اللي انا اخدته ببتدي اعمله اناستموزس الفين الاول، وبعد كده البرونكس الاول، وبعد كده الفين، وبعد كده الارتري، وبعد كده خلال البروسيس بتاعت الترانسبلانتيشن ببتدي اعمل دي ايرنج لللوب ده، اطلع الدم الهواء اللي دخل جوه الفيزلز لغايه ما اقدر اوصل ان هو يبقى كونكتد للسيركيوليشن تمام. وبعد كده ابتدي اعمل ويننج للكارديوبالموناري باي باس جراديوال او إكمو لغايه ما اقدر انزل بيها يعني حوالي 70% من الفول فلو بتاعها. وبعد كده بيبتدي انقل الناحيه الثانيه، اعمل ليفت نيمونيكتومي واخد اللوب من الريسيبيانت الثاني من الدونر الثاني واحطه في الريسيبيانت. فزي ما حضراتكم شايفين الهاسلز بتاعت التنسيق بتاعتها عاليه جدا. اعتقد ان احنا الخطوه الخطوه اللي احنا محتاجين نعملها في الوقت الحالي هي ان احنا نسابورت البروجرام اللي موجود حاليا في عين شمس باعتباره ان هو الليد او الناشونال بروجرام بتاعنا، وان هو محتاج فوليوم ضخم عشان يكونتينيو. وبعد كده الخطوه اللي بعدها ان يطلع يعني بروجرامز تانية بعد ما البروجرام ده يبقى already functioning، لان هو في معظم الاحوال ومعظم الريكومنديشن كانت ان الناس تبتدي بكادافيريك لانج ترانسبلانتيشن، وان البدايه بالليفنج دونر ترانس اصعب جراحيا واصعب اي سي يو واصعب اميونولوجي واصعب في كل النقط. فانا حقيقي يعني كلمتي للزملاء في عين شمس والصديق الدكتور احمد مصطفى هي يقولون ان جاءت الحرب خضها وانت المظفر فيها، وخضها ولست المظفر فيها، فللحالتين احتمال وحيد بأن الحياة لمن واجهوا موتهم ثم عادوا براياتهم سالمين، وإن لم يعودوا فلا عاد موت ولا عاد خوف. شكرا جزيلا. شكرا دكتور حسين. الحقيقة